صباح الخير. واليوم 29 مايو 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، عم تسعى للتخلص من تراكمات مهنية سابقة كانت سبب بتوتير الأجواء مع أصحاب العمل بشكل مباشر، بالإضافة لإجراء صحي بانتظارك. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن عودة عاطفية ملغومة ومشبوهة، ولا تخلو من الحديث عن أخطاء الشريك بعملية تقديره لمشاعرك. مولود برج الثور، عم تنقصك الصلاحيات المالية المطلوبة لتنفيذ الأفكار والخطط اللي عم بتدور براسك وترجمتها فعليا على أرض الواقع بشكل أسرع. عاطفيا شخصيتك النرجسية في الحب رح تمنعك من تقديم التنازل المجاني للشريك، ومع ذلك تبدو متأمل بتطورات جديدة تنقلك باتجاه ظروف أفضل. مولود الجوزاء، الفلك عم يتحدث عن حلول جزئية مرتبطة بوضعك المالي تحديدا، وتبدو متأمل بزيادة إضافية على مكاسبك القادمة، ومن المحتمل أنها تخف من حجم الخسائر المستمرة يلي عم بتفاجئك تلقائيا. عاطفيا بالرغم من جديتك بموضوع معاتبة الشريك أو محاسبته على بعض الأمور المشتركة بيناتكم، إلا أنك رح تتراجع عن تنفيذ هيدي الخطوة بالتوقيت المناسب. مولود برج السرطان، رح تتخذ مواقف حاسمة تساعدك على توظيف مصالحك المهنية بالمكان الأقرب لطموحك المالي تحديدا، ولا يبدو الأمر مستحيل حاليا بالنسبة لك. عاطفيا وضعك العاطفي مع الشريك أصبح بيحتاج لوقفة جريئة تساعدك على حسم الأمور ما بينك وبينه باتجاه الاستقرار الفعلي المرتبط بالطرفين. مولود برج الأسد، تبدو مضطر لمتابعة تفاصيل انقلاب بعض الزملاء عليك في العمل، وتبدو جاهز للتفاعل مع المستجدات الطارئة بشكل يلي ممكن يسمح لك بالتقليل من مخاطر المرحلة القادمة. عاطفيا تبدو رافض مبدأ الخسارة في الحب مع الشريك، وخصوصا بالقرارات يلي عم بتحاول من خلالها الاقتراب منه بصفة دائمة. مولود العذراء، يبدو أنه طريق العودة لاتفاق عمل سابق أصبح مفتوح قدامك بالشكل يلي ممكن ينقلك باتجاه مفاهيم مالية أعمق من المرحلة الماضية. عاطفيا عم بتعيش مرحلة عاطفية تعتبر هي الأضعف بتاريخ علاقتك مع الشريك، ولا تبدو خطورة هيدي الأجواء ممكن تعكس بسلبياتها على ظروفك الحياتية إطلاقا. مولود برج الميزان، رح تبقى فكرة الانتقال باتجاه تجربة مهنية جديدة عم بتدور براسك فعليا، حتى لو التهيت عنها بحلحلة بعض المشاكل العائلية الطارئة. عاطفيا كل الحقائق والإشارات بتأكد على عدم استقرارك العاطفي مع الشريك، ولا تبدو التبريرات يلي عم بيقدم لك إياها ممكن تخليك تقتنع بغير هيدا الواقع أبدا. مولود العقرب، المواقف عم تتغير ووضعك المهني مازال على حاله، بالرغم من سعيك المستمر لتحريك الأمر باتجاه مكاسب جديدة تساعدك على ترتيب استقرارك مع نفس الجهة بشكل ثابت. عاطفيا علاقتك مع الشريك ما زالت خاضعة على أكثر من علامة استفهام بوقت واحد، ويبدو أنه كل طرف فيكم متكمش بوجهة نظره تجاه الآخر بشكل فوضوي جدا. مولود القوس، عم بتراهن على بداية مهنية جديدة، وعم بتراهن بذات الوقت على التقاط الفرصة الأقوى يلي ممكن تفيدك باختيار الموقع الأفضل من الناحية المالية أكثر من أي شيء تاني. عاطفيا عم تجتهد على تسهيل عملية استقرارك العاطفي مع الشريك، ولكن تأثيرات الماضي ما زالت واقفة بالنص ما بينك وبينه بشكل واضح. مولود الجدي، رح تتلقى دعم مهني معين رح يساعدك على حل خلاف سابق حصل بينك وبين أحد الزملاء باعتباره جزء من المعالجة الجدية لأزمتك القائمة معه. عاطفيا عم بتراهن على موقف الشريك ومحاولاته لتسهيل الواقع الحالي يلي عم بتعيشه معه بالشكل يلي ممكن يحمي مشاعر الطرفين بصورة دائمة. مولود برج الدلو، ما رح تتراجع عن قرارك وموقفك بتحسين ظروف وضعك المهني، وكأنه الأمر أصبح عقيدة ثابتة عندك رح تجتهد على تحقيقها بأقرب فرصة ممكنة. عاطفيا كل ما زاد ابتعاد الشريك عنك، كل ما زاد تعلقك فيه مهما حاولت تتنكر لحقيقة هيدا الأمر فعليا، ومع ذلك لا تبدو عودة الأمور بيناتكم مستحيلة أبدا. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت. عزيز الحوت، نواحي كتير بحياتك المهنية والاجتماعية قابلة للتعديل والتغيير بالمرحلة القادمة، وتبدو جاهز للتفاعل معها من كل قلبك، بالإضافة لمتابعة طبية طارئة بانتظارك. عاطفيا عم تسعى للتفلت من الإحساس بالمشاعر السلبية والإحباط النفسي يلي عم بيسيطر عليك بسبب مواقف الشريك تجاهك وكلامه القاسي معك. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. ضلكم بألف خير، وباي باي.